الزاز كان دايره في الغسل، ولكن انا نعطي مرطب بالالزاز. انا نعطي مرطب واخ. انا خديت 3 معالق ديال الزاز يكون مطحون مزيان، 3 معالق ديال زيت الكوك، ايه، ونص بنانة معوكة مزيان، وبيضة كاملة بلدية. كنخلطوا هاد المكونات مزيان وكنديروهم على الشعر دائما. المحلول اللي عطيت في الاول ديال البنان وزيت الكوك هو الاول كيدار للشعر، خصلة بخصلة. ومن بعد كنديروا هاد المرطب هذا، ايه، كنديروه خصلة بخصلة. كل ما خليناه في الشعر ديالنا الا هو كيكون عنده نتيجه فعاله، واخا نخليوه 3 ساعات 4 ساعات بدون تخوف. إيه؟ عكس المواد الكيماويه، اي خاصنا نحترموا المده وكنحيدوها. واحد الخطا اللي كيرتكبوا بعض الفتيات وكيجيني اسئله كثيره، انك دير شي مرطيب ولا شي للشعر ديالها كتقول لك انا المهم المده المحدوده ديالو في 20 دقيقه كتقول لك انا خليته ساعه ونص باش يعطيني المفعول اكثر. هذا هو الخطا. فعلا تقدر تغسل شعره ويطيح على شعره كله. اي فعلا، وهذا الشيء اللي كاين، يعني هذوك المواد حتى هما عندهم الواحد خصو يحترم الوقت ديالهم ويحترم المده، وخاصه نعم اختي ساره، وخاصه الناس اللي عندهم مشكل في الحساسيه ديال فروه الشعر، عندهم التساقط، عندهم مشكل في الشعر، يعني كيكون البنيه ديالو ضعيفه. ملي كنديروا هذه المواد كيما نخليوا هذه المده طويله راه كنلتجوا كنطيحوا في مشاكل اخطر من اللي كان عندنا في الاول. ايه فعلا. بالنسبه تكلمتي على الالوفيرا واللي ما عندوش، يعني هذيك الدرقه العاديه ديالنا ديال الهنديه، غير هو بالنسبه لربما اللي عاد التحقوا بنا مثلا بغاو يفهموا، بالنسبه لهذيك الدرقه كناخذوا هذيك الصغيره دوك بحال الوليدات ديال الدرقه اللي تيكونوا رطبين، كناخذوا ورقه كبيره، ناخذوا الكبيره الصغيره كنخضروا بها كنديروها في ليسو. وهذيك اللي يعني اللي كتكون فيها الشوك، ديك الدرقه اللي كتكون فيها الشوك هذيك الكبيره، ايه، كنجيبوا نحيدوا منها الشوك نحكوها بالنسف هذاك، ايه، اللي كنحيدوا من كنحيدوا ونغسلوها مزيان ونقطعوا على 4 و1/4 اللي كنستعملوا نخليوها في الثلاجه راه كتبقى مده طويله. اييه كنحتفظوا بها في المجمد، كنحكوها ونحيدوا داك الماء ديالها. اييه داك الدخلاني ياك، ونخلط الدخلاني داك الماده الهلاميه، وكنديروا نفس الكميه ديال زبده الشيا، كناخذوا زبده الشيا وندوبوها. اييه وكنديروا نفس الكميه مع ديك الكميه ديال الماده الهلاميه ديال الدرقه. اييه دائما الاضافه 2 معالق 3 معالق ديال زيت الكوك. اييه كنخلطوا هذا المكون هذا مزيان، هذا يمكن نبيته على الشعر. وإذا داومت عليه السيده 3 مرات في الاسبوع جمعه في الاسبوع راه النتيجه كتكون فعاله 100%.